بن الخطاب. هو أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي الملقب بالفاروق. ولد بعد عام الفيل، أي بعد مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ب13 سنة. نشأ في قريش وامتاز عن معظمهم بتعلم القراءة. تعلم المصارعة والفروسية والشعر منذ الصغر. كان عمر من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة، فهو سفير قريش. كان هو وأبوه الخطاب من أكثر من يؤذون المسلمين، ولكن الأمر اختلف جذرياً بعد إعلانه إسلامه في العام 6 من النبوة، عقب سماعه لبعض آيات القرآن من أخته فاطمة. فكان إسلامه فتحاً وهجرته نصراً وإمارته رحمةً كما قال ابن مسعود. أكثر ما اشتهر به عمر شدته وغلظته إلى حد القسوة، ولكن بعد الإسلام صار رجلاً آخر. تبدلت القسوة والغلظة إلى قوة في الحق وثبات على الدين، وشدة على الكافرين وذلة على المؤمنين. حتى قال في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجاً غير فجك. أيضاً بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. وقد أيده الوحي القرآني في نحو 20 موضعاً من كتاب الله، مثل الخمر والحجاب ومقام إبراهيم وغير ذلك. وعمر بن الخطاب من علماء الصحابة، وكان قاضياً خبيراً، وقد اشتهر بعدله وإنصافه للناس من المظالم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وكان ذلك أحد أسباب تسميته بالفاروق لتفريقه بين الحق والباطل. تولى عمر أمر المسلمين في السنة 13 من الهجرة النبوية الشريفة، ليكون بذلك ثاني الخلفاء الراشدين بعد وفاة أبي بكر الصديق، والذي كان له عمر وزيراً ومن قبله مستشاراً للرسول صلى الله عليه وسلم. أقام عمر أعمدة الدولة الإسلامية بمفهومها الحديث، والتي تقوم على مبدأ الشورى والفصل بين السلطات والعدل والمساواة وحقوق المواطنة لغير المسلمين. فقد نجح في سنوات خلافته العشر في أن يؤسس أقوى وأكبر دولة عرفها التاريخ، لتمتد من بلاد فارس وحدود الصين شرقاً إلى مصر وفلسطين وإفريقيا غرباً، ومن بحر قزوين شمالاً إلى السودان واليمن جنوباً. وتعد معاركه لفتح بلاد فارس وإسقاط إمبراطوريتهم من أعظم الفتوحات التي خطط لها ونفذها عمر، والتي أكسبته سمعة كأحد أعظم العباقرة الاستراتيجيين والسياسيين في التاريخ، الأمر الذي دفع العديد من مستشرقي العصر الحديث لدراسة شخصيته وتوثيقها. فقال عنه المستشرق واشنطن إيرفينج في كتابه محمد وخلفائه: إنه كان رجلاً ذا مواهب عقلية، وهو الذي وضع أساس الدولة الإسلامية، وأسدى أبا بكر بنصائحه في أثناء خلافته القصيرة، ووضع قواعد متينة للإدارة الحازمة في جميع البلدان التي فتحها المسلمون. إن انتصاراته لهي أكبر دليل على كفاءته الخارقة في الإدارة، ولكن تلك الكفاءة والعبقرية الاستراتيجية والسياسية لربما أيضاً على جانب آخر أكسبته ضغينة وكرهاً شديدين، خاصة من الفرس، الأمر الذي أدى لمقتله على يد أحدهم كما يرى العديد من المؤرخين. ففي إحدى جولات عمر بطرقات المدينة، دخل المكان الذي يعمل به أبو لؤلؤة قاتله، وسأله عن صنعته فأجابه بأنه يصنع الرحاء، وهي أداة لطحن الحبوب. فقال له عمر إنه سمع أنه يقول بإمكانه صنع رحاء تدور بالرياح. فقال أبو لؤلؤة: لأصنعن لك شيئاً يسمع به أهل المشرق والمغرب. فالتفت عمر إلى الذين معه وقال: لقد توعدني هذا الرجل، وهو ما كان بالفعل. فكان هو ذلك الرجل الذي لقي عمر مصرعه على يده بعد 3 طعنات من خنجر مسموم أثناء إمامته للمسلمين لصلاة الفجر. ظل عمر يحتضر 3 أيام أثبت فيهم مدى حكمته السياسية وهو على فراش الموت، فأوصى أن يكون الأمر شورى بعده في 6 ممن توفي النبي محمد وهو عنهم راض، وأمر بحضور ابنه عبد الله مع أهل الشورى.
ليشير بالنصح دون أن يكون له من الأمر شيء. وتوفي عمر بن الخطاب بعد 3 أيام من طعنه، ودفن يوم الأحد أول محرم سنة 24 هجرياً، الموافق 7 نوفمبر لسنة 644 ميلادياً بالحجرة النبوية، إلى جانب أبي بكر الصديق والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عمره 65 سنة بعد انقضاء الشورى التي أرساها عمر. تولى الخلافة عثمان بن عفان في 3 محرم سنة 24 هجرياً الموافق لسنة 644 ميلادياً.